الدكتور هالمزبوط من كثر فرحته والشي اللي صار معه الصباح ما تحمل قلبه لأنه قلبه ضعيف. وشو قصة الشلل؟ انقطع الدم عن الجملة العصبية فانشلت بعض الأعصاب. وعودة شو بنسوي؟ الدكتور عم بيقول إنه الأمر ارتدادي، يعني ممكن ترجع الأمور لطبيعتها. وش قد بياخد وقت الموضوع؟ إن شاء الله أبي طول. أكيد هالحكي الدكتور قال بي الطبيب نفسه، يعني كل ما التزم بالتعليمات الطبية كل ما تحسن وضعه أكثر. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله بيستاهل يصير معه هيك يا
لسه ما لحق يفرح بابنه يقع مرة تانية. شو قصة النحس اللي هيك فوق العيلية؟ هي على كل أنا رايح غير تيابي بطيلة لعنده وأنا رايح معه. وأنا أنت بتروح بالزهورية لمعامي وبتوقفي جنبها بتكون طيقة غاملة على الزوزة. روحي عيني أنت. والله يا جماعة بدي أقول شغلي وخجلاني. أقولي يعني معقولي لما يصير معي غضب من الله؟ مالك غضب شو يا مرأة؟ والله الزلمي قفل منه بكل الضيعة. يعني مشان حق خيو والرقاصة اللي تجوزها على أمعامي. حق شو؟ هذا واحد نصاب أبس ونص فرنك. بعدين شو هاي قصة الرقاصة؟ ما يقولوا إنه أبو عامر يتجوز رقاصة. منين جبتي هالحكي؟ والله كل الضيعة ما تحكي بالموضوع. أعوذ بالله من لسانات العالم. بقص إيدي إذا أبو عامر بيعملها. والله أبعرف أبحطه بزمتي. أنا رايحة لعند أم عامر بدكن شيء. سلامتي. يلا هلق معقول يكون اخذ رقاصة؟ والله أبعتقي. على كل دين أنا رايح جهز حالي وأنا رح فوت صحيحي. سلام. شوف لي على الزبون. مينو؟ الله يلعن هالشيء. صرنا جايين ما كيس مشان ابو عامر. الله يعطيك العافيه. اهلا عمي. شو عمي؟ طمني عن حالته. كيفه هلا؟ بالله كان بخير بس هلا حالي تغيرت يا ابو علاء. هلا الحمد لله صار احسن. قل لي كيف صار معه هيك؟ والله من اهل هالضيعه النشح. تعرف خي ابو علاء الريحه لها تاثير كبير. في ناس ريحة كرمنتينا وفي ناس ريحة برش غسيل وفي عالم ريحة جرابات نسواني. والله شي بيجيب الجلطة خيبوا على عمي. ليش عزبتوا حالك؟ بالله أنا خجلان منك. أفي داعي تخجل؟ أفي داعي تخجل خيبوا على من اللي أبي يخجل. خلصنا بقى أبو العز. بوس إيدك لفها. هلق هنت لشو مين ما يحكي معك؟ ولك صرك ساعة أبو علاء أبو بطيخ. لك تروح يا جماعة بحالين. اوف عمي عامر تعال نتمشى شوي. شري شري لعمة كيف بتحملوا هالقرض ابو علاء؟ والله ما حجاب الجلطه لابو عامر غير هالرفقات النحس. مرحبا. اهلا. والله طريق بشيل من وين؟ لفوق 4 كيلومتر. شايد من بيت مين؟ والله من الطهران. الله يرحمه. اهلا. الله اكبر. يا امي لا الحمد لله. هلق فاق وصحته عالي العام. الحمد لله يا ربي. وانت يا حبيبي في مكان تنام فيه؟ لا يهمك اساسا انا ما رح نام. خلاص بكره الصبح ان شاء الله منطلعه من المشفى ومنجي على الضيعه ان شاء الله. طمني اول باول. مثل بدك امي. انت لا تخافي اطمني. الله معك. مع السلامه. Thank you.
شو دكتور؟ طمنا. لسه ما عدى مرحلة الخطر، بس قلبه رجع لوظيفته الطبيعية، يعني بدنا نخليه بالعناية اليوم تحت الملاحظة تنتأكد من استقرار حالته. وبالنسبة لموضوع الشلل، هذه المسألة ما لها علاقة بالقلب، هذه بدها معالجة فيزيائية لترجع الجملة العصبية لحالته الطبيعية. دكتور هلأ بدي أسألك سؤال، إذا الله راض يعني ممكن يرجع يمشي؟ يا سيدي ما بحسن قلك لا إيه ولا لا، بس خلي أملكم بالله كبير. يا رب. بس ممكن يرجع يمشي؟ يا سيدي ممكن، بس المسألة بدها شوية وقت. إن شاء الله معفو. الله يعافيك. إذا موضوع مشيته ما نحل بسرعة بدهن يسرحوه من وظيفته. معاوية هلا فهمت أبي داعي تروح معنا؟ لا بدي روح طمن عليه. قاعد عندي بالدكان وكل بسكوتي. بسكوتي وحدي؟ كل قد أبدك بتبع نص ورقة مو بتبع الورقة. لا يا عمي. شوف أخي أفندي. لا والله ما رضيت فايقه. خلي يرتاح تعبان من المشفى. تفضلوا تفضلوا. بدق على معادي أمنتنا تروح معي. يلا بطريقنا. اهلا إذا بدكين بصيتين بالشحنه هي كتر خيرك هلق بيجي الميكرو هلق له قلك اذا ضلل بالضيعه حط عينك على دكانتي بين ما تجي مشادي لما تخليها مشادي تقعد بالمحل لا ما تقعد بمحلها محلها اخذت المحل اللي جنبي وما تبيع فيه البسي يلا بدك شيء تفضل يعطيك العافيه بخي يا استاذ مفعش شفت أهلك راحوا على المستشفى وبيك بالدوام قلت لحالي جيت الفرصة تنقول حالنا بقاء وشاهين الله يبقك روح من هنا إذا حدا شافك بتعمل لي قصة طمني ما حيشافني وشاهين روح من هنا أو سير فوت على البيت غصب عني ولك عيب عليك صرنا سنين ناطرين اللحظة ما تنظر لحالك وشاهين روح من هنا ولك مش دوني عشت عيشتك ولك ليش ما تصرخي؟ فارة طلعت لي من تحت التخت هلا هذه هي فارة بالله فكرت ما ينحرق البيت اي ليه ما اقطعك واجبنيك ولك طلعت لي فجأة وخفتنا طيب طيب ديري بالك تاكلك ها بدك شيء سلامتك كيف صار بيا؟ الحمد لله صار احسن هلا بدي اروح لعنده امي وامك وهبة وسلمى راحوا لعنده راحوا لحالين يعني؟ لا ما بخليه طيب ماشي بدك شيء؟ لا سلامتك ليكي بحبي كولي وانا كمان اطلع لبرا شوفي لي طريق فاضي المرة الجاي لبقى تخجلي وتعيطي لكي شو صار فينا يلا يا
شو ما سمع ابو عادي؟ والله كنت مركب لي جات القاف. شو الظاهر ما راح القرد على الدوام هيك يا؟ شلون صار خي ابو عامر؟ والله الحمد لله احسن ما يقولوا احسن. هلا بدي اروح انا ومعامر وعامر لعنده نزوره. اوه معامر سبق لك راح تجي ابو خليل على المستشفى. شو الحكي؟ وعامر كان معي؟ لا عامر ما كان معي. طيب خي ابو شاهين بدك شيء؟ نو استاذ يلا الخاطره. اهلا مو لازم نطلع بيا. والله بعرف الموضوع ما بايدنا. اذا استقرت حالته الصحيه منطلعه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله عمي عامي. طيب مشان موضوع الشلل ان شاء الله بينحل. الله كريم. شريف انا جاهز. يلا بس مو لازم تقول لخيتها. خيتي وامي وام عادل وهدبه راحوا مع ابو خليل. راحوا مع امها؟ اي والله من شي ساعه. لعنه لكن كيف كان ابو شاهين ما يركب جره الغاز لبيت ابو عادي؟ شو وانا جاي لعندها قصدي قبل ما يجي لعندها شفت ابو شاهين طلع من بيت ابو عادي سالته شو ما تعمل؟ قال لي مركب جارية الغاز. شريف شريف عمي شريف يا زلمة ساعتين كانوا واقفين على فرن. طلاب كتار الموظف ما يشتغل وما يلحق. وما يلحق؟ منين حضرتك؟ من اللاذقية. حلو. السبعة نعام. وانت منا؟ انا من حمص. السبعة نعام. سيح يسلموا. شو بدك سجل؟ هندسي مدني. وانا كمان. ممتاز بكره بنسمع لبعض. قالوا هي بنسمع لبعض، شو قالوا لك صف خامس؟ لا قصدي انه بنترافق بالدراسه. قول بنطبق بنات، بنلعب شده، بنروح على السينما. لا بالله الظاهر في نصيب نترافق، انا ابلعب شده وابطبق بنات. بكره بتتعلم. وابتعلم. لك وين جاي يا حبيبي؟ مو لحتى تتعلم هندسه؟ بلي. وهي الشغلات هي الهندسه يا حبيبي. طيب روح روح مشي الدور، مشي. ايه. يلا. القبض على نور الشريف متلبسان. تشيكليست مضيعة وقت الحوار. مينو اخبار هالمجلة؟ الشبكة والموعد ونادي. يلا غندور. مينو في اخبار اكثر؟ كل واحدة في اخبار احلى من الثانية، خذ الثلاثة وبرايك. يلا تشيكليست. قديش الشبكة؟ 10 ليرة. والموعد؟ 10 ونادينا ب 10. مينو في اخبار عن عادل امام؟ شبكة.
هات اعطيني اياها. يلا تشيك ليست. معاي يا عشرة يا سيدي. يلا غندور. سلمك. اهلا وسهلا. شريم شبرال بوعد. اهلا اخبار. يلا غندور. يلا تشيك ليست. الحمى في عيونه ما انصبوا. في ولا خبر من هودي. لا عاد الامام ولا فاتن حمامه ولا حدا. الحمى. انت كل ما خفت بوقتها ما استرجعت قلك. لانه اذا عرفت القصه بتصير فضيحه بالضيعه. هلا اذا قلت لي رح تصير فضيحه ولك انت وحدي كذابي كذابي. انا طول عمري سترك وغطاك. ولك حاجبك حاجب بوس ايدك. لك عامر لو قلت لك بوقتها كنت رح تعمل جرصة. كنت متفاجئة وحد اللي طلع معي. ايش تعمل لي بقصوة عامر؟ ليك اذا بتروح حلاق حياتي ابسام. وين صرنا؟ بالنبل. معناها مطولين على الحالي. ليش انت اول مره بتسافر عالشام؟ اي والله اول مره. على هيك حالي بدنا 3 ساعات لنصر. شكرا. عفو. خير عمي شباب؟ ليش عم تبكي؟ ما في شيء. شلون ما في شيء؟ شوف وشك شلون مغسل بدموع تغسيل. يا عمو ما قال لك ما في شيء. على كل هين انا ما راح اضغط عليك، بس تحس حالك بدك تحكي احكي وفضفض. بسمع لك بركي بقدر ساعدك. بعمره ما حفكر يصير في هيك يا بالله. يا بتفهم عليه ولا كلمة. الله يعينه يا عمي. بالله لساته صغير. والله شي بقطع القلب. أقسم بالله لما شفته قاعد على الكرسي وقفل يمشي زهدت بكل الدنيا. لا كنا نسوي له شيء. كله مشغل هرب. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يكون بعونه. بالله العظيم وعامر تلمي يوم يوم. وعيب علينا نضل قاعدين هيك مثل القرقعة منرق ونحكي وما نعمل له شيء. يا اخي شو ممكن نعمل له؟ والله كله مشغل هالرب. نعمل له لمه. والله فكره منيحه. خلينا نعمل له كام ليره. العمليه حطته لفوق وتحته. والله ابي يقبل. ابي يقبل يمكن. طبعا ابي يقبل. ابي يقبل. وعامر كان كبير وبيضل كبير. وعامر ما وقع. وعامر ما يمر بازمه وبس. بعدين يقم شادي. وعامر مخطي. وعامر الله ما يمتحنه وما يمتحن عائلته. نحن عبرنا مساعدة من حدا. طول عبرنا منساعد الناس. لك يا ابني جماعة عظن الخير ما عظن مثل ما انك عم تفكر. قلنا لك يا ابي قبق هذا عامر بن ابو عامر. صدقني يا ابني انه جماعة قصدي طيب. بعرف انه قصدي طيب. بس نحن عم نقبل الاحسان من حدا. قلنا لك يا ابي قبق شو لمي ما لمي. لا حول ولا قوة إلا بالله.
خيرا. عمي عامر قم يمي. قم حبيبي. صباح الخير. صباح النور. كيفك المي؟ الحمد لله حبيبي. قوم يلا بيك بده اياه. يلا قايم قايم. لا الله يسامحك. تأخرت خي امبارح، انطرتك ل 12 ومجي. اي والله جيت الساعة 1 ونص. يلا حبيبي، غسيل وتعال طعم. يلا. شو صار معك؟ مشي الحال، سجلت. الحمد لله. كيف بيي اليوم؟ الحمد لله. أحسن من الأول بكثير. الحمد لله. يسلموا. طمني كله تمام. بقي انزل على شعبة التجنيد تكمل معاملة الوحيد. فهمني الحمد لله. بدي قل لك خلك بدي اياك بس تخلص الفطور تنزل لعند ابو بسام تقول له بيي عايزك شوي. طبعاً ما رح أنسى أذكركم بعدم التغيب عن أي محاضرة. المرحلة الجامعية مختلفة عن المرحلة الثانوية، كلكم بتعرفوا الحكي، مجرد تذكير مو أكتر. واليوم كان درس تعارف، وبتمنى التوفيق للجميع. يعطيكم العافية. كريب عليك. لك يا زلمة خلينا ننبسط شوي. عيارة محاضرة ثانية. تروح على السينما؟
يا عمي قيمنا منك ومن سينماتك بدنا ندريس لك. والله بننبسط خيي، انا قبل عب شدي وبطبق بنات وبنبسط. يا لطيف شو معت، وين سكنت؟ امتى اجيت؟ امبارحه سكنت بالمدينه الجامعيه بالغرفه 101. انا هون سكنت قريب بالديوانيه، 10 دقائق بكون هون. احنا اقرب منك 5 دقائق بكون هون. ايه تتهنى حبيبي، بس اوعى تتاخر. اذا تاخرت عن الساعه 10 بتنام على الرصيف. هاد ايه لا تخاف خيي حمص. خلي بحالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. موفق الحسين. اهلا وسهلا. عامر، عماره. وانا بدرس طب اسنان. لا قصدي كنتي عماره، انا ما ادرس هندسه مدنيه. اه فكرتك عم تقلي بتدرس عماره. ليك خيي موفق، انا اخذت هالتخت اذا بدك ياخده. لا لا والله ما بتفرق معي، يعني ما في مشكله. طيب وين بتحب، فوق تحت اللي بدك اياه؟ يعني والله ما بتفرق عادي. طيب خلص خذ راحتك، لك فرفد اغراضك، انا وصل احكي تليفون وراجيه. طيب يلا يلا. الله يسلمك يا رب. كيف صحتك؟ كيف أموركم؟ شو وصل أوراق؟ إيه تمام الحمد لله. خلص ولا همك، أموري كلها بخير. إيه الحمد لله الحمد لله. كيف أبي؟ كيف أختي؟ لا ولا همك. أنا ولا همك أمور خير ولا أختي. شو يا قمر؟ عاد انت ويا ولا؟ جبت ايش عم تعيطي؟ بعد جبت عيالك بتصاروا ايش عم تعيطي؟ بعد عنا ولا كنت ويا؟ بعد لا 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 ما تريبك انت، ما تريبك انت، تريبك الغير الغير صاير زلمه يا حبيب امك. لك لسه احفاظك ما عارف ما عارف ما عارف ما تريبك ولا تريبك بالغير تريبك تريبك. عامر زلمه يا حبيبي، عامر زلمه، عامر زلمه، عامر زلمه، عامر زلمه يا حبيبي. Yeah.
خير اخي عامر؟ شوفي خير؟ يعني شو اللي عمل فيك هيك؟ تفضل خيي. هون هون عشت هيك. ها يا ابو عامر، هيك بتكون وفيت زمتك وان شاء الله رب العالمين بيعفي عنا. الحمد لله. ايه خيي ابو عامر، مشان الارض اللي على الشارع العام حابب اعمل فيها مشروع صغير، بقصد بارض ابني. وهلق اسمح لي، عندي بكره فيقه بكير مشان اروح اعمل التراخيص. تراخيص شو؟ بدي اعمر مقصف. يا قد مقصف ضيعتنا. بارضي عمي، بارضي قرد شو حالها؟ يلا عن اذنك، شرف وشباب. خاطر كين. الله معك. سلمى شوفي امي. يعني معقوله ما في ولا شرطي بالطريق؟ بالله ما انتبهت، بس هني المساله من عن حدا. يا زلمي بتقول شكالي مثل المجرمين. طيب ليش عم يضربوها للبنت؟ أبعرف. يعني انت ما بتعرفها؟ لا بس يعني طريقتهم فيها اذلال واضح. بس الله يصلحك انت، يعني شو كان بدك بكل هالفوضى هلا؟ ولك فار دمي وما لقيت حالي غير ما صرخ عليهن. يلا بسيطة بسيطة روق. فاير دمي لك موفق. فاير دمي ما نعرفان شو لازم نسوي. يعني لو نعرف مين هودي أو وين ساكنين كنا سوينا. بس يعني خلصنا عمور. لك شبنا يعني أنا ما بديها كتير تفكر بالقصة. خلاص انساها. اتفقنا؟ اتفقنا. الله يطعمنا هيك سيارة. مين الحوار اللي كان ساكن بالبيت؟ شو الزوق المعقد؟ ريتني طالب مليون ليرة. أهلا وسهلا. أنا جمانة حسان هون؟ إيه هون. تفضل تفضل. شو وين حسان؟ أنا راح خمس دقايق وراجع. وليش ما قلت لي إنه مانه هون؟ ولا تعي لقلك، مين حسان؟ حسان صاحب البيت. المزوق حسان صاحب البيت. أنا اللي استأجرت البيت امبارح. توك تعي لهون. تعال يا هون بنشرب فنجانين قهوة لبيتك. تعال يا لطيف والله الحسان حمار عن جد. مرحبا. اهلا. لا أول شيء صباح الخير. ثاني شيء أنا أسف كثير على اللي صار امبارح. لا يهمك. مين هودي؟ أنت جديد هون بالمدينة؟ إي والله امبارح أجي. شكلك من اللاذقية. من ضيعة اللاذقية. منيت أهلا وسهلا. أنا اسمي فيروز. يلا إيش قد حبوا لهالاسم، أنا بعشقها لفيروز. أيوه ولا مانك سهل ها؟ لا لا ما قصدي انا بعشقها للسيدي فيروز. يا سيدي ولا يكون قصدك تعودنا. لا عن جد ما احكي ما قصدي،
لك خلص مو مشكلة. أنت شو بتدرس؟ هندسي مدني. وأنت؟ آداب. عربي؟ لا إنجليزي. طيب مين هودي؟ ليش كانوا ما يتزعرنوا عليك؟ هذا ابن جيراننا. من جيرانكي؟ بده يتجوزني بالقوة وعم يلحقني من مكان لمكان. العمى واللي بده يتجوز بهالطريقة وأهلك؟ ما خبرتهم لأنه أهله جيران أهلي وأنا ما بدي تصير مشاكل بيناتهم. بعدين أهله سرسرية وزعران شفت بعينك. العمى في عيونه العمى. شو الدنيا سايبي؟ عند هدول العالم سايبة ونص. بس يعني المسألة أبين سكت عليها. طيب شو بدي ساوي؟ والله مالي عرفاني. خلاص هلأ بس خلص محاضرات بشوفك ومنحكي. أنت بأنا وحدة؟ بالتاني غرفة 101. أنا بالوحدة 14. ليك إذا اليوم مفضيت خلينا نلتقى ونحكي. وأنا بدي أعتذر مرة تانية وشكراً على كل شيء. لا يهمك. على إذنك. الله معي. الله أكبر. الله أكبر. نرمين؟ نرمين؟ ولك حاجبك حاجبو سيدك. لك عامر لو قلت لك بوقتها كنت رح تعمل جرصة. كنت متفاجئة وواحد اللي طلع معي. ايش تعملني بقصوي؟ عامر ليك اذا بتروح حلاق حياتي ابسامك. روح تنفوت هلا. اشتغل انت عشان اشتغل يا تخرب. اهلا 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 وسهلا. شو صار معه؟ بالله ما وافق المدير وبيني وبينك مرضة ابو عامر طولت وما عاد فينا نسجله غير غياب. تخيل الحقير بهدني وشرشحني قدام العالم كله. صرخت لحتى لم الناس بس ما حدا لحدا. طلعت بطالب جديد جاي على الجامعة وأكل نصيبه. طيب شو الحل لهذا الكلب؟ والله ما بعرف. إذا دريوا أهلي مصيبة خايفة تكون ضريبتها أن يترك الجامعة. لك شو تترك الجامعة؟ أنت ما بتعرف أهلي خاصة أبي. بدل ما يحل المشاكل لصالحنا يحلها حسابنا. طيب أنت تركي لي هذا الموضوع لحتى أفكر فيه شوي. عيسان كتير خايفة. طلال بلش ينفذ تهديداته. حامل أم حصان ما بيلين ليلك رمح والهدهدي سكين. وين الصبح وين القفل مع مين؟ كبر الجرح تعبان يا هل العمر مجبور على المشروع
مليان الصخر والحيل شو غدار كرمك كرمك ضيع نهود والريح مجروحة يمكن عصوت العود ترندح وجروحة يمكن تجي الوعود عالدرب الله.